يقول إنني راعي غنم وتفوتني بعض أوقات الصلاة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل يجوز التيمم إذا كان الوقت لا يسمح لي بالوضوء؟ إذا كان قصدي أن تفوت الصلاة يعني في الوقت، هذا لا يجوز، لا يجوز للراعي ولا لغيره أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما يصلي كل صلاة في وقتها. أما الطهارة إذا كان عنده ماء متوفر فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يتيمم لوجود الماء، الأصل في الطهارة هو الماء. أما إذا لم يكن عنده ماء أصلا أو كان عنده ماء قليل لا يكفي لحاجته ووضوئه، فإنه يتيمم ويستعمل الماء لحاجته، في هذه الحالة يتيمم ويستعمل ما معه من الماء لحاجته. كذلك لو كان قريبا من الماء، هو ليس معه ماء لكنه قريب من الماء بإمكانه أن يذهب إليه وأن يتوضأ منه، فهذا لا يجوز له التيمم لأنه واجب للماء بقربه. فالحاصل أن على هذا أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويصلي الصلوات في مواقيتها، وأيضا يتطهر بالماء إذا وجده وقدر على استعماله، فإن لم يجده أو لم يقدر على استعماله فإنه يتيمم ويصلي. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.